قناة فيزيو تكنولوجي تقنية الرؤية. يسرها أن تقدم لكم هذا الشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات في كل مكان وأينما يصلهم صوتي في هذا الشرح الجديد الذي سوف نتكلم فيه عن تطبيق Workflow. طبعا التطبيق في الفترة الماضية كان مدفوع، والآن استحوذت عليه شركة أبل والآن جعلته مجاني ولا تدري، وإن شاء الله بعد الشرح هذه يسمعوه الناس وينزلوه، ومرات ما تنروش يخلوا شركة أبل مرات تخلي التطبيق مدفوع. فنتمنى في هالشرح بعد الشرح هذه يسمعوه الناس إن شاء الله، ونتكلم فيه اليوم حول إضافة واحدة، طبعا إضافة تحميل الفيديوهات من تطبيق اليوتيوب بدون أي استخدام أي برامج التحميل. طبعا خلونا نمشوا للشرح على طول بدون إطالة الكلام في هذا الموضوع من البداية. هذا هو اسم التطبيق اللي هو Workflow، تمام؟ خلونا نخفضوا السرعة. 75 70 65 60 volume language ripped portrait headings page 5 of workflow actions headings actions page 5 workflow work actions flow. available تمام. هندخلوا على التطبيق مع بعضنا. انا طبعا حذفت التطبيق ونزلته من جديد بحيث نوريكم واجهة التطبيق من بدايته وش نحدد. workflow الان دخلنا على التطبيق، ننتظر شوية لما يفتح التطبيق، وهذا التطبيق فتح معانا. 50 battery power top of screen done button workflow تمام. next button workflows are moving across the screen upload welcome let at workflow. طبعا هنا قاعد يشرح حاليا في كيفية تثبيت أو فتح تطبيق الworkflow. done my workflows edit div selected gallery button create settings check out the workflow settings search search set it check or create a new workflow or create a new workflow from scratch. اول ما تفتح التطبيق حيعطيك انك لازم تضيف اضافات ومش عارف ايش. فانا اول تجربه جربتها قدامكم يا شباب اللي هي اول ما دخلت على التطبيق ضغط على زر الدن وعلى طول فتحت لي نافذه التطبيق. خلونا حاليا نضيفه. هو طبعا تطبيق selected gallery button يحوي على تبويتين اللي هم my workflows my workflow والجالري. طبعا my workflow اللي هي الخاصة، الصفحة الرئيسية الخاصة بيك اللي فيها مجموعة الإضافات بتاعتك فيها مجموعة الإضافات بتاعتك اللي ضفت انت، سواء ضفت انستغرام، إضافة التحميل من الانترنت، سواء كان مقاطع صوتية مقاطع فيديو، تحميل من اليوتيوب بصيغة فيديو بس، تحميل من اليوتيوب بصيغة صوت وفيديو، يعني كيف ما تبي أنت تدير بهالإضافات هذينا. إضافة الانستغرام، إضافة تحميل من التويتر، إضافة تحميل كذلك من الانستغرام كيف ما قلنا، الفيسبوك هذينا كلهن، وحفظ صفحات الانترنت كملفات بي دي اف، استخلاص صور، يعني كذلك تقدر تحط ارقام مفضله سريعه انت تتصل بها بسرعه. عندنا اضافه الواتساب، تبدا يعني دردش مع شخص بدون تسجيل رقمه، هذين كلهن موجودات في هالتطبيق البسيط واللي حجمه بتاعه تقريبا يعادل 74 ميجا بايت. طبعا هذه واجهة التطبيق، هو ما دخلت لها جاني ايديت معتم، طبعا ما نقدرش نضغط عليها لان طبعا ما عنديش اي اضافه حاليا فيه. و my workflow طبعا الجالري هنا لما تضغط عليها
تفتح لنا النافذة اللي فيها الأدوات الخاصة بهالتطبيق كله بالكامل. وإذا كنت حافظ settings button search search field create workflow button حافظ نية شنو اسمه اسم إضافة معينة تقدر تكتب تكتب فيها في البحث النية وتبحث فيها في هالتطبيق وتنزلها وتثبتها عندك. وهنا طبعا إنشاء settings search search field create workflow button إنشاء workflow إنشاء إضافة workflow تمام settings button search وهنا search بعد ذلك يجينا السيل search settings وهنا setting طبعا setting ما فيها شيء أي شيء يذكر. check out the workflow gallery or create a new workflow from scratch or create a new workflow from scratch. وهنا يعطي فينا تحت السيتنج شرح كامل. check out the workflow gallery عفوا قال لك لازم تدير فحص للإضافات الخاصة بالworkflow اللي موجودة في الجاليري or create a new workflow from scratch. أو قال لك لازم تنشئ إضافة أنت وتحطها في الworkflow. خلونا أول شيء نضيفه إضافة الورك فلو اللي هي تحميل من تطبيق اليوتيوب. طبعا الإضافة هذا اللي حنتكلم عليها توه هي إضافة يعني شنو اسمه التحميل بصيغة فيديو فقط. خلونا نشوف طبعا حاليا دي التطبيق الملاحظات في الناصف هنا ندخل notes مع بعضنا notes back button notes edit sir HTTPS. طبعا هذه إضافة التحميل من تطبيق اليوتيوب حنضغط عليها مع بعضنا ندخل على الملاحظة وهنا HTTPS headings على الملاحظات links characters links characters words نفتح الملاحظة text field is editing HTTPS lines words slash forks f3 slash period code HTTPS HTTPS colon slash slash March 29 note text characters edit typing mode headings V edit typing mode note March 29 note text field insertion point at start edit typing mode headings March 29 note show tool Q تمام show tool note mark done share note خلوها ناخذوها كمشاركة share note الرابط cancel more run workflow print lock note copy button drag خلينا copy الآن و حنفتحه على تطبيق السفاري عادي جدا ما فيش اي مشكله. سفاري address search or enter website name. بعد ما فتحنا السفاري الان نفتحه حق للنصب بتاع السفاري search or enter website edit paste اخترنا التحرير و https ننسخ الرابط هنا clear text address text field is editing HTTPS workflow is workflows 4XF3FBF6474705B78B go نعطي go go address 10 ننتظر لما تفتح الصفحة بتاع الworkflow أو الرابط بتاع الworkflow 4XF3FBF6474 افتحت الآن الإضافة download YouTube 1 heading level تمام. address وعطاني workflow اسمها. Is reload workflow pop open button ونفتح التطبيق أفضل نضغط على workflow. open ويش نفتح workflows button تطبيق. 1 of 2 download YouTube 1 الworkflow تمام هنا عطاني الإضافة download YouTube 1 download YouTube 1 اللي هي مخصصة بالتحميل الفيديوهات من تطبيق اليوتيوب ووضعها في الاستوديو بس هنا كدن هنا إذا كنت مش محمل الإضافة فشن حنديره توا حاليا حنضغطه على آخر شيء في الشاشة أو نلمس في اليمين get في أقصى الشاشة button. فوق الهوم بشوية على اليمين get workflow حنجد ونسمع حاجة اسمها get workflow عفوا يا شباب عندي ركبتي بس متعبتني شوية فحنضغط على get workflow زر get workflow نضغط عليه لبعض get edit workflow download youtube 1 get button تمام الآن الإضافة انضافت كيف نعرف إن الإضافة انضافت get لما جينا كلمة get فقط open وقبلها button. open نعرف إن الإضافة الآن منضافة وموجودة عندي تمام page one of one download شن YouTube حندير one. الآن حنضغط على زر done بيجي تسكر النافذة هذه my workflows button one of two my workflows كيف نعرف button. إن الإضافة موجودة عندي الآن هو فتح لي على صفحة الجاليري أو المكتبة الخاصة بها التطبيق اللي فيها مجموعة الإضافات نفتح على button. my workflows Edit button. وبعدين نجو أعلى الشاشة نلقو زر الإدت زر الإدت كنا ملاحظين في بداية الشرح قال لي done didn't أو معتم
الآن تسمع فيه يقول لي button. Edit button. شو معناها؟ معناها إن الإضافة موجودة عندي. بقى كيف نعرف وكيف نتأكد؟ نمشي. Gallery. Create work. Search. Download YouTube one. Button. Download YouTube Actions one. Available. وعطاني action available أو actions available. تمام. Create workflow. Button. الآن نبو نمشو نحملو بهالإضافة من تطبيق اليوتيوب. Mail. تمام. 15,824. الآن لتطبيق اليوتيوب. Page 3 of 5. YouTube. هذا تطبيق اليوتيوب. نفتحوا تطبيق اليوتيوب. ننتظر بس التطبيق لما يفتح تطبيق اليوتيوب. تطبيق اليوتيوب الآن فتح. تعريف مفصل بجهاز برايل نوت تاتش. تو عندنا هنا أول فيديو هو التعريف المفصل بجهاز برايل نوت تاتش. إذا كنت ما نبيش نفتح الفيديو وخلاص أنا عارف اسم الفيديو من برا ومتأكد منه، ما نبيش نفتح الفيديو، ما نبيش نفتح الفيديو. تمام؟ شن حندير؟ نسحب بصبعي من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى إلى أن جيني more action أو المزيد من الإجراءات. More actions. More action. ضغطنا عليها مع بعضنا. Not interested. Button. Not interested. جاني أول خيار. Add to watch later. Add to playlist. Add to watch later. خيارات عادية. Add to watch later. Button. Add to playlist. Playlist. Share. Ellipsis. وهنا من ضمن Button. الخيارات نبي خيار المشاركة أو الشير. نضغط على Share. Ellipsis. Joseph A. Button. Close. تمام. Button. وبعدين شن حندير؟ Close. Button. طبعا حيجيني أول خيار فوق. Close. تمام هي إغلاق. Close. ويجيني. Share on YouTube. Close. 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 Share on YouTube. شير on YouTube. ADD contacts. Link. وهنا إضافة أصدقاء. ADD contacts. أو إضافة جهات اتصال. You may know. MR Kingdom 2010. وهنا معطيني button. أسماء الشباب اللي منضفين عندي أو القنوات الخاصة بهالشباب اللي منضفين عندي أو حساباتهم موجودة عندي. نلمسه بأربع أصابع في أسفل الشاشة حيقول لي close. Close. Button. هنا قال لي close أو إغلاق. More. نسحب button. بس close. من اليسار من اليمين إلى اليسار. طبعا بما أن شاشتي أو الهاتف بتاعي باللغة الإنجليزية نسحب من اليمين إلى اليسار على زر اسمه المور أو المزيد. نضغط عليه مع بعضنا. Cancel. أول ما ضغطت عليه فتح لي خيارات المشاركة الاعتيادية عادي جدا اللي فيها الايربلو شيرينج، فيها المسج، فيها الميل، فيها جميع التطبيقات الخاصة اللي تدعم المشاركة. هذه فتحت لي عادي جدا ما فيهاش أي مشكلة. تمام. More. Run workflow. Button. طبعا بالإضافة إلى إذا كان قال لي run workflow، طبعا إذا كنت أنا حاذف التطبيق ورجعته من جديد وقال لي run workflow معناته أني مشغلة من تطبيق من المور اللي هي الإضافة الأخيرية اللي يجي قبل إلغاء الأمر. هنضغط عليها مع بعضنا. Selected activities. Heading. هيفتح لي الأنشطة أو الأكتيفيتيز. Done. Button. حيجيني زر الدن. حنجد من خلالها خيار Run Workflow. Add to reading list. Reorder copy. Save to reorder. Run Workflow. Switch button. تمام. حن مجرد ما نشغله بس أو نديله on حتى يكون شغال معي وظاهر من ضمن خيارات المشاركة. Activities. تمام. Done. حيعطيه دن الآن. Cancel. Selected. كيف Run Workflow. Button. Draggable. نحمل الفيديو عن طريق الضغط على Run Workflow. حنضغط عليه مع بعضنا. Selected. انتظروا. Heading. In progress. Cancel. تمام. Button. جاني قال لي cancel في البداية. Run workflow. Heading. Run workflow كheading. Search. Search field. Search. إذا كنت بنبحث على أداة من الأدوات أو إضافة من الإضافات. My workflows. Heading. تمام. My workflows. Download YouTube one. أعطاني أول إضافة اللي هي الإضافة الخاصة بي أنا اللي ضفتها أنا. مجرد ما حنضغط على هالإضافة حيبدأ على طول يحمل الفيديو. تمام. نضغط على الإضافة. Run alert. This doesn't look like a YouTube URL. Are you sure you want to continue? This doesn't look words. This doesn't look like a YouTube URL. عطاني قال لي إن هنا URL YouTube a like look doesn't this this doesn't this doesn't look log like like a YouTube YouTube URL. تمام. Are you sure you want to continue? عطاني are you sure to continue? أنا إذا كان ضغط على الكنسل مش هيحمل الفيديو. Okay. إذا كان ضغط على الأوكي حيبدأ في تحميل الفيديو. نضغط على الأوكي مع بعضنا
بيش يبدأ تحميل الفيديو عادي جدا. اوكي داونلود يوتيوب 1 كانسل. ننتظر الان حتى تحميل الفيديو. كيف نعرف ان الفيديو بدي يحمل؟ داونلود يوتيوب 1 كانسل. بعد مجيد خيار الكانسل داونلود يوتيوب 1 هيدنج. داونلود يوتيوب 1 هيدنج. ستوب ورك فلو. هنا قال لي ستوب ورك فلو. اذا كان قال لك ستوب ورك فلو معناها الفيديو الان بادي يحمل عندك. لما تضغط على ستوب ورك فلو معناته ما تبيش الفيديو يحمل، ولكن نافذه او واجهه التحميل ما زالت تجد مفتوحه حتى لما تطلع، ما زالت تجد مفتوحه. اذا كان مثلا ما تبيش تكمل توه وبتطلع حاليا مضطر انك للخروج وما زال الفيديو ما كملش، ادير ستوب وتمشي للمكان المخصص لك او المشوار بتاعك، وبعدين جي ترجع على اليوتيوب من جديد لما تكون على شبكة الواي فاي وتضغط على Run Workflow ويبدأ تحميل الفيديو معك ويكمل. تقريبا أنا ما عمري جربتها، لكن تقريبا من وين ما انتهى أو من وين ما وقف فيه تحميل الفيديو يبدأ يكمل معك إلى أن ينتهي تحميل الفيديو. ننتظر طبعا لعما يكملنا الفيديو الخاص بنا. والآن جاري تحميل الفيديو، ننتظر فيها بس لعم يكمل تحميل الفيديو. وطبعا كل إنسان على حسب سرعة الإنترنت الخاصة به اللي هي حيكمل فيها تحميل الفيديو. إذا كان الإنترنت عندك سريع الفيديو تقريبا مش هياخد معك دقيقة أو أقل من دقيقة، وعلى حسب سرعة وعلى حسب حجم الفيديو وعلى حسب الدقة والجودة اللي موجود فيها الفيديو. ننتظر بس لما يكمل الفيديو. ومشكلة الإضافة ما تعطيكش كم نسبة التحميل الخاصة بالفيديو، بس هذه هي الحاجة الوحيدة اللي ما تعطيكش نسبة التحميل أو كم ماشي في التحميل ولعند وين واصل. هذه ما تقدرش تعرفها إلا يشوفها لك إنسان مبصر. الإنسان المبصر يقدر يعرف كم نسبة تحميل الفيديو الآن أو وين واصل الخط بتاع الفيديو اللي يمشي عندك، واصل النص لأقل من النص لفيت النص يعني بشوية. فمشكلة الإضافة ما نحن كمكفوفين ما نقدرش نعرفوها. ننتظره بس لعما ينتهي تحميل الفيديو، لعما تتسكر الصفحة اللي أمامنا هذه وتنفتح صفحة الفيديو من جديد أو صفحة اليوتيوب الاعتيادية. فأعتذر يا شباب. وطبعا الفيديو الميزة اللي في الأداة هذه يا سمحة بكل أن الفيديو ما فيش داعي تحظى أنت، فيش داعي تحظى بيدك، لا خلاص مجرد ما تحمل الفيديو حيمشي على طول لتطبيق استوديو أو ألبوم الصور اللي موجود عندك بالآيفون، تطبيق الرسمي اللي يجي مع النظام أو تطبيق الشركة، فحتجد فيه الفيديو موجود هناك. تضرب بس يا شباب معلش اسف جدا، انا اخترت بس فيديو طويل شويه لكن اسف جدا. المفروض كنت نجهز فيديو قبلها بحيث نكون مدة الفيديو بسيطة جدا بتاع دقيقة أو دقيقتين حتى بيش ما يطولش معانا التحميل. والآن جاري تحميل الفيديو، فننتظره بس لحد ما يكمل الفيديو إن شاء الله. أعتذر منكم يا شباب كثير الاعتذار وآسف جدا على الإطالة اللي صارت.
هو تقريبا ان شاء الله يعني انا هيك نقول ان الفيديو قريب يكمل ان شاء الله تعالى، قريبا ينتهي الفيديو. وعلى حسب علمي يا شباب وعلى حسب ما شفت ان تقريبا الاضافة لا تحمل في الخلفية، الاضافة تقريبا تتوقف عندما تخرج من تطبيق اليوتيوب وتمشي لأي مكان اخر. هي تمشي شوية يعني تحمل هي شوية، ولكن تقريبا انك ما تقدرش تطول يعني تقريبا الاضافة تجد تمشي معك في الخلفية دقيقة او دقيقتين وبعدين تتوقف عن التحميل. في هذه اكثر من تجربة شفتها. فاسف جدا عن الاطالة واسف جدا عن اختيار الفيديو، طبعا كان اختيار عشوائي، اول فيديو ظهر عندي اخترته على طول بحيث نبدو نبشر به شرح التطبيق او شرح الاضافة هذه وكيف تحمل عن طريق هذه الاضافة. وان شاء الله باذن الله تعالى الشرح ينال اعجابكم ورضاكم ان شاء الله. ولا تنسوا طبعا من اللايك والسبسكرايب، الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وترك تعليقات كذلك للفيديو. نقول ان شاء الله قريب يكمل الفيديو باذن الله تعالى. And repeat action. And repeat action. End effect. Nothing action. Otherwise action. Page 8 of 9. Center. Cancel. But download YouTube. Stop workflow. Variable. Get variable action. Page 6 of. Page 5. Page 4 of. Page 3. Page 2 of 9. Page 1 of 9. Clipboard. Value. Contains. Dip. Input. If action. This workflow accepts URL. Stop workflow. Button. مجموعة اقتراحات انت مالكش دخل بيه، مجرد ما بس تعرف ان اعطاك ستوب ورك فلو معناها خلاص الفيديو ماشي يحمل واموره تمام عندك. فهذه هي فقط يعني، الباقي الاخر ما تقرب شيء ولا حاجه، مجرد ما تدخل بس على الاضافه على طول يسالك السؤال اللي جانا في البدايه، يقول لك هل تريد يعني المتابعه في تحميل الفيديو. مجرد ما تعطيه خيار الأوكي يبدأ يحمل معاك الفيديو عادي جدا، مفيش أي مشكلة. وبعد ما ينتهي الفيديو يكون عندك موجود في تطبيق الأستوديو الخاص بالنظام، التطبيق الرسمي من شركة أبل، يعني التطبيق اللي يجي مع النظام الأساسي. فسامحونا جدا وأسف عن الإطالة، آسف يعني كثير للأسف أو شديد للأسف. إن شاء الله نقول الفيديو بإذن الله تعالى في إن شاء الله حيكمل في هاللحظات. 2:58 AM status bar I 2 of 3 Wi-Fi Libyana network 5 of 5 bars Libyana 2 of 3 Wi-Fi bars max element Wi. وهذا طبعا cancel الشرطات بتاع الواي فاي جايتني شرطين فقط. وطبعا انت مش ذاك السرعة اللي عندي، ننتظروا لحظات شوية ان شاء الله نكمل الفيديو بإذن الله تعالى. قريب يكمل ان شاء الله، نقول ان شاء الله قريب يكمل. اسف جدا يا شباب والله انا مش عارف، الانترنت اليوم تقريبا فيه سوء ضعف شويه هيك مش عارف، يعني المفروض الفيديو ما يطولش اكثر من هيك، لكن ان شاء الله هانت هي خلاص، ما هي الا لحظات ان شاء الله وينتهي فيه تحميل الفيديو. Are you sure you want to continue? End of action. End of action. End of action. Get component.
component query get value key v you are ht get advent get diction get value key you are split set cus comma de cus separator split text action url encoded f key url split set cus custom comma repeat get dic, and set variable stream diction list action 22 18 34 dim 35 dim repeat with each action set variable act variable video format get variable act variable stream dic repeat with set variable stream dic get dictionary get value key edit if action input contain value video format get variable action page 8 of 9 page 9 of 9 page get item from list action get first item get advance save work grant access work save to photo album action workflow grant access workflow does not have access to your photos grant access but grant access button workflow does not have access to your photos save to photo advanced button cancel but download stop workflow button get item from list action page 8 of 9 page 7 page 6 of page 5 page 4 page 3 page 2 of page 1 of 9 stop workflow button this workflow accepts URLs 42 battery power orient 31 3 of 3 libiana network 3 of 3 we 31 am 3 of 3 wifi bars cancel button قول ان شاء الله جيب يكمل الفيديو باذن الله تعالى آسف جدا يا شباب آسف الله يعني شيء عجيب إن فيديو يقعد معنا بين تقريبا يطالع عجيبة شوية 3 2 a.m. status bar item cancel button لكن إن شاء الله ما هي إلا لحظات إن شاء الله أنت تحمل الفيديو أنا المفروض لي كنت مجهز يعني فيديو بسيط وحتى حجمه بسيط إن شاء الله لكن ما لقيتش إلا الفيديو هذا قدامي على السريع فاضطريت على طول نحمل الفيديو آسف على الإطالة والله أتأسف شديد الأسف Download YouTube 1. Stop workflow. But this workflow accept. Stop. Download YouTube 1. Heading. مازال لم يكتمل تحميل الفيديو. Alert. Workflow would like to access your photos. تمام. الآن اكتمل تحميل الفيديو. وعطاني alert. هل تريد يريد أن التطبيق workflow أن يصل إلى الصور مكتبة الصور الخاصة. workflow needs access. Don't you allow? Okay. الله إن شاء الله أوكي. Okay. Download YouTube one. Workflow. YouTube. تمام. الآن ذهبت أو ذهب الفيديو إلى تطبيق الفوتو الرسمي. و. Summon. One new item. نشوف. Page 2 of 5. Home. Calendar. Photos. هذا الفوتوز. هنشوف الفيديو. Photos. هل هو add. حقيقة. Button. تم تحميله في تطبيق الاستوديو. تمام. الآن طبعاً بدري كان ثلاث فيديوهات عندي، فالآن أصبحت أربع فيديوهات. حندخل مع بعض. فيديوز. فيديوز. ألبوم. فيديو. سلاب. فيديو. شاكبورد. 2 minutes. 5 seconds. November. فيديو. 5 minutes. فيديو. 65. فيديو. 4 minutes. 34 seconds. March. Photos. Tap. Video. Video. 65 hours. 10 minutes. March 13th, 1229 AM. هذا هو الفيديو اللي هو 65 ساعة يقول. March 13th, 12 video chooser. Share. Favorite. Switch edit. Button. Favorite. Video chooser. Play video. Button. Play video. Video. 65 hours. أصدقائي مساء الخير وأهلا بكم في أول نشرة صوتية مفصلة
عن جهاز بريل نوت تاتش اللي انتجته شركة هيومن وير واللي بتقوم بتسويقه في العالم العربي شركة البسام. كما سمعتم هذا طبعا هو الفيديو الذي تم تحميله من التطبيق او من اضافة الورك فلو Closing workflow. Safari. إلى active. هنا. Closing Safari. Notes. الشرح active. الخاص بنا Closing notes. في audio share. Active. هذا اليوم. وأتمنى من audio الله العلي القدير Selected. أن Stop. يكون هذا button. الشرح قد وفقت فيه وأن يكون هذا الشرح أتمنى من الله العلي القدير أن يكون هذا الشرح قد نال إعجابكم ورضاكم وإلى اللقاء في شروحات أخرى بإذن الله تعالى. هذا محدثكم إبراهيم المهدوي من قناة فيزيو تكنولوجي وإن شاء الله حتكون على القائمة الخاصة بنا بإذن الله تعالى في خبراء التقنية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متمنين من الله العلي القدير أن يكون هذا الشرح قد نال إعجابكم ورضاكم وإلى اللقاء في شروحات أخرى بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.